كريستوفر نولان. بس كده، مجرد ما بتسمع ان كريستوفر نولان خلاص هيعمل فيلم الحماس بيزيد، وده لانه من احسن صناع الافلام والمخرجين في عصرنا الحديث، وده ما جاش من فراغ، فتقريبا هو ما عملش حاجه وحشه، حتى اضعف افلامه يعتبر بالنسبه لمخرجين تانيين وصناع افلام تانيين حاجه كبيره جدا. وطالما مخرج شاطر لو مسك اي ممثل اكيد هيطلع احسن ما فيه، ولكل الممثلين دايما بيبقى فيه ليهم دور كده في حياتهم، دور بيبقى فلته، دور بيبقى استثنائي ما عملوش ولا هيعمله زيه، وده اللي حصل في فيلمنا. كيليان ميرفي اللي معروف طبعا بتوماس شيلبي، واللي عمل مع نولان اصلا اكتر من عمل، الا ان هو المرة دي بيعمل دور بطولة اوبنهايمر، وبالفعل نجح في التحدي، فهو ادى الدور بحرفية ويعني حاجة عالية، دور كان ايبك بالنسبة له، وزي ما قلت دور استثنائي، خرج من كل الشخصيات اللي هو عملها قبل كده وقدم لنا دور محوري ودور رائع جدا جدا، يستاهل على الاقل ترشيح للأوسكار. ومش بس كده، حتى روبرت داوني جونيور معروف طبعا بايرون مان، حتى في يعني من ساعة ما عمل دور ايرون مان هو خلاص خد الدور ده كطابع للكاريزما، اللي ما بيهتمش بحاجة، اللي ما بيهموش اي حاجة، حتى في دور شارلوك هولمز في كل افلامه تقريبا وفي حياته الحقيقة كان دايما ماشي بالشخصية والكاريزما دي، الا ان هو نولان خرجه تماما من الشخصية دي وعمل دور اوسكاري برضو، دور رائع جدا جدا. فالأداء التمثيلي كان ولا أروع من جميع الممثلين، كان أداء خرافي زي ما قلنا، حتى مات ديمون وإيميلي بلونت قدموا أداء رائع جدا، بس الأداء الأبرز كان من نصيب كيليان ميرفي البطل طبعا، وطبعا روبرت داوني جونيور أداءهم كان استثنائي، لأن احنا متعودين منهم على أداء شخصية معينة، هم خرجوا من الأداء ده وعملوا أداء استثنائي. فيلم أوبنهايمر طبعا بيتكلم عن مخترع القنبلة الذرية النووي، من الآخر هو ذا فازر النوكلير من الاخر، يعني هو اللي عامل كل ده. بس الفيلم هنا مركز وبشكل كبير بقى على القنبلة والجودة، ركز على الشخصية وبشكل كبير، ركز على الصراعات الداخلية اللي واجهت الشخصية دي. الفيلم ما بين لكش هل هو شخص شرير ولا هو شخص كويس، هو جاب لك الحقائق كلها قدامك وسبك انت بقى لخيالك وسبك انت لتفكيرك، وانت اللي تحدد هل هو فعلا عمل حاجة تخدم الانسانية ولا عمل حاجة دمرت الانسانية ودمرت البشرية. وهنا كان يعني ابداع نولان، فهو استخدم البيوغرافي او استخدم فيلم سيرة ذاتية، ان هو جاب لك مش مركز على القنبلة، لا ركز على حياة الشخص نفسه وعلى المخترع نفسه بتاع القنبلة، لان ده شخص احنا بنتكلم على عالم مش عسكري مثلا، مش ضابط مش لواء، لان النظرة بتختلف، لا دي نظرة عالم. فهل يا ترى بقى هو عمل خير للبشرية ولا عمل شر وهلاك للبشرية؟ هو ساب لك الطريق انت وانت اللي تحكم، هو قدم لك الحقيقة بطريقة رائعة جدا جدا من تسلسل درامي رائع. هو الفيلم درامي بحت، فالدراما فيه كانت قوية جدا، محب الدراما هيتكيفه من الفيلم ده. ومش بس ان هو درامي، فطبعا دايما في ناس متخوفة من حتة ان انت تقول لما الدراما عالية تلاقي ان في بطء للاحداث، وخصوصا ان الفيلم 3 ساعات، الا ان الفيلم كان سريع جدا جدا، بيخش في بعضه كده ورا بعض ورا بعض، وانت مش هتحس بيهم، لدرجة ان انت عشان نعمل مراجعة بحرق للاحداث لازم اتفرج على الفيلم مرة تانية، روح اتفرج على الفيلم مرة تانية عشان نقدر ان احنا نحرق في الاحداث. فدي نظرة عامة كده من البداية من غير حرق. وساعد المخرج في ده الاداء الرائع جدا لكيليان ميرفي، اللي هو النظرات بتاعة الندم الريمورس، اللي هو النظرات بتاعته كانت معبرة وبشكل كبير، والاداء الرائع وبشكل كبير، الندم اللي هو هل انا عملت خير هل انا عملت شر. فيعني اللي ساعد المخرج وبشكل كبير هو كيليان ميرفي، عشان كده بقول ابداع رائع جدا. فالاداء التمثيلي كان روعة مع التسلسل الدرامي للأحداث اللي كان مبدع وبشكل كبير، وآخر طبعا جزء في الفيلم اللي كان إبك، يعني الفيلم كله على بعضه إبك بصراحة. يعني الموسيقى التصويرية اللي كانت في بعض الأحيان هي بطلة الفيلم وبشكل كبير، يعني كانت روعة ودخلتك في مود الأحداث وبشكل كبير. طبعا الفيلم متصور كله بكاميرات أي ماكس، حتى عملوا فيلم مخصوص، فيلم خام كده مخصوص للتصوير الأبيض والأسود، كان ولا أروع. طبعا الكادرات التصويرية يعني هي كادرات نولان المعهود عليها
عليها ايه اللي انت هتشوف كمان تاتش جديد لنولان، لان نولان دايما بيضيف في افلامه، بتلاقي كل مخرج بيبقى ليه كده يعني بصمات معروفه، ودايما بس نولان دايما في كل فيلم بيزود بصمه جديده، فهتلاقي في بعض الكادرات مختلفه عن الكادرات اللي هو قدمها او مضافه جديده على الكادرات اللي هو بيقدمها. بس كان مبدع وبشكل كبير جدا في السينماتوغرافي بتاعته كانت رائعه، وخصوصا ان ما كانش فيه سي جي اي تماما، فالفيلم كله ما فيش فيه اي مؤثرات بصريه خالص، هو عمل الفيلم كله حقيقي ما كانش فيه اي سي جي اي، دي كانت حاجه مختلفه تماما بعيدا بقى عن الافلام اللي احنا بنشوفها السوبر هيرو حتى اللي هو قدمها نفسه في دارك نايت، نولان نفسه قدمها، الا ان هو حتى كان هو في كلامه وبيقول لك انا ما استخدمتش اي سي جي اي، كان هو عنده شغف كبير جدا وحماس كبير جدا وهو بيشرح الموضوع ده وهو بيتكلم في الموضوع ده. كريستوفر نولان على الرغم ان هو ما فيش حاجه عملها وحشه وان هو مبدع ودايما ليه بصمه مختلفه وليه يعني حضور رائع جدا في الافلام بتاعته، الا ان هو ما خدش اوسكار لحد دلوقتي، فمن الواضح ان هو لازم على الاقل يترشح على الفيلم ده لاوسكار، ده غير زي ما قلت ان الاداء اداء رائع جدا، فانت على الاقل لازم الفيلم ده يخش يعني 3 4 ترشيحات كده على الاقل، ولازم يفوز بواحده فيهم، لان بصراحه الفيلم يعتبر زي ما قلت ايبك، حاجه روعه جدا جدا، الاحداث سريعه فيه مع يعني مع طوله مع ما فيش ملل، التصوير الكادرات كل حاجه فيه كانت رائعه جدا جدا. بس زي ما قلت عشان نتكلم عن الفيلم وعن تفاصيل الفيلم لازم تشوفه مره تانية، لان هو من سرعه رتم الاحداث فيه اكيد في حاجات هتفوتك وانت بتتفرج، حاجات بقى من القصه، حاجات من التفاصيل الكامله دي اكيد في حاجات هتفوتك، فعشان كده هنتكلم عنها في فيديو لوحده، وهيبقى يعني تقييم ومراجعه بنكسر فيها اجزاء الفيلم بقى، لكن بشكل عام الفيلم كان ايبك من كل الجوانب. ومن وجهه نظري احلى ما في الفيلم هو تركيز نولان وبشكل كبير على الشخصيه، ان هو بيتكلم عن الشخصيه والصراعات بتاعتها، مش بيتكلم عن الحدث نفسه وعن القنبله الذريه وعن كل حاجه، لا هو جابه لك كانسان كعالم مش كعسكري كمان، وكتفكيره هو، وجاب لك من الزاويه دي، وده كان نجاح كبير جدا منه، بعيدا بقى عن جو وحوار القنبله اللي في الجزء الاخير، لا هو نجح في ده وبشكل كبير، هو وضحه لك بشكل، ده كان تحدي كبير جدا، هو قدر يحكي لك القصه من المنظور ده، وفي نفس الوقت تركيزه في بعض المشاهد وفي بعض الحاجات على اللي هو شايفه ايه هو، فكان ده يعني الجزء المبدع والاضافه اللي نولان عملها، واللي هو حتى يعني ما اعتمدش باعتماد على السي جي اي لنجاح الفيلم ولا اي حاجه، لا كله كان حاجه تصوير هو اللي عامله، فده الجزء المبدع في الفيلم، فبصراحه شابول كل صناع الفيلم ده، من احسن افلام السنه اللي شفتها، فيلم رائع، فيلم يعني اقل ما يقال عنه ايبك حرفيا، ده ما ينفعش نديله تقييم لان هو زي ما قلت ايبك. ان شاء الله هنعمل حلقه تانية ان شاء الله ممكن بكره ولا بعده عن بقى تكسير لاجزاء الفيلم ونتكلم فيه بحريه الحرق بقى، فالحلقه دي زي ما قلنا من غير حرق، الحلقه الجايه باذن الله تبقى بحريه الحلق لما اشوفه مره تانية عشان نركز فيه في التفاصيل وبشكل كبير. بس كده ده اللي كل عايز اقوله في حلقتنا النهارده، يا ريت لو انت مش مشترك تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده وما تنزل، ويا ريت لو تعمل لايك وشير للحلقه، ويا ريت تتابعنا على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك، واشوفكم في حلقه جديده باذن الله.